بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دار كل امين. اخريستوس انستي المسيح قام. باسم ابائي الكنيسه ابونا يوسف وابونا موسى وابونا ايليا وابونا دانيال وباسمنا جميعا كل الخدمه بنتقدم ليكم بكل التهنئه والمحبه، راجين ان هذا العيد يكون عيد مليان بالبركه والنعمه والسلام، والسلام الموجود في البيوت والمحبه الدائمه بيننا وبين بعض عشان نكون قلب واحد وفكر واحد وجسد واحد. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، هذا اليوم اللي سيقدمه لنا المسيح له المجد بموته على الصليب وقيامته. ربنا يسوع المسيح أخذ قضية البشرية، السقوط الدائم من آدم وحواء لما سقطوا في الخطية حكم عليهم بالموت، ولكن العهد القديم كله الجميع زاغوا وفسدوا، وفي ملء الزمان جاء الأقنوم الثاني الله الكلمة متجسدا من الست العذراء آخذا جسد البشرية. آدم الثاني الذي بلا خطية، الذي لم يوجد في فمه غش، ولكن احتمل كل خطايانا وحمل الموت بتاعنا وجاز الصليب وتحمل كل ألمات الصليب من تعيير ومن شتم ومن لطم ومن تف على الوجه ومن عري، كل ده المفروض يبقى موجود أو واقع علينا إحنا، ولكن ربنا يسوع المسيح تحمل كل ده من أجلنا ومات وقام في اليوم الثالث على الصليب. ربنا يسوع المسيح أعطى أمنا العذراء ليوحنا الحبيب، قال لها هذا هو ابنك، وقال ليوحنا هذه أمك، فأعطى الكنيسة أمه أنها تكون أم لينا. وأيضا هو حامل الصليب أعطانا الصليب، أعطى الكنيسة أنها تحمل الصليب في سورة سمعان القيرواني لما سخروه يحمل صليب يسوع وراه، وكأن ربنا يسوع المسيح بيهدينا أعظم هدية وهو في طريقه إلى الصليب، هدية الصليب، لأن الصليب فعلا هدية، هدية لكل إنسان مؤمن إنه يشيله ويفرح به. والآية اللي قال ربنا يسوع المسيح من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه كل يوم ويتبعني، فالصليب يعتبر هو منبع القيامة. ما فيش حد فينا يستطيع إنه يتمتع ببركة القيامة إلا لو كان شايل صليب. مش ممكن واحد يفرح بربنا قوي ويشعر بالفرح السماوي إلا ما يكون في حياته في ألم وفي صليب. مش ممكن واحد يعرف يكتشف السمائيين ومحبة ربنا ليه قوي إلا لما يكون شايل الصليب. والإنسان اللي مش حامل الصليب ما القيامة بعيدة عنه قوي، هو بالنسبة له فكرة. نيجي الكنيسة نبص كده لدورة زي دورة القيامة، ففكرة القيامة المسيح جه ومات وقام، فكرة بنعيشها، ولكن القيامة هي حياة مش فكرة. سهل قوي إن الواحد يقف يتكلم عن القيامة، وسهل قوي الواحد يتكلم عن الألم والصليب، ولكن الأصعب إن أنت تكون شايل الصليب ودايق القيامة في حياتك. هي دي الحياة الحقيقية، القيامة هي حياة الإنسان بيعيشها ويتمتع بيها. فقيامة المسيح له المجد مش عمل قام بيه ربنا يسوع المسيح وانتهى، لا، ده عطاء لينا احنا ككنيسة، كل فرد فينا ان هو يدخل لحياة القيامة ويذوق طعم القيامة من الموت. وعشان كده بنقول دفنا معه وأقمنا ايه؟ وأقمنا معه.
دفننا في المعموديه معاه وقومنا، ولما صعد للسماء اصعدنا معاه واجلسنا عن يمين الاب، لينا مكان بالصليب ده كله. يبقى ليا حياه جديده في القيامه وليا مكان في حضن الاب. وبالتالي الانسان اللي عايز يتمتع بالقيامه لازم يتامل فيها قوي، وهو بيتامل في القيامه لازم ينزل يبص بعينه تانيه لحياه الصليب، حياه الالم. عايز تفرح ربنا يفرحك قوي، ربنا يفرحك قوي، عيش في بيتك متحمل الصليب لو كان في بيتك صليب، عيش حامل الصليب في الالم لو في مرض، لو في ضيقه، لو في شده، لا تتذمر ولا تشتكي، ارفع عينك كله اشكرك يا رب، انا اعطيتني اعظم هديه ان انا اذوق الالم بتاعك، فانت هتذوقني حلاوه القيامه معاك. وبالتالي عشان نتمتع بالفرحه، ليه احنا بنيجي كنيسه كتير قوي بنتناول وبنطلع من الكنيسه مش حاسين بتغيير؟ بقالنا سنين كتير ممكن ندخل نتناول ونحضر قداسات، وفي الاسبوع مره واثنين وال55 اللي فاتوا، اليوم اللي فاتوا حضرنا قداسات كتير قوي، واسبوع الالام عمالين نقول سكتة تجوم، وكنا بنردد الحان كتيره كتيره كتيره. طيب خلصت من بكره هبقى ايه؟ هيبقى شكل ايه؟ هنا بس الحياه، هل ذقت حلاوه الصليب والقيامه فتعيشها النهارده وتستمر معاك في الخمسين؟ ولا بقت الخمسين اللي جايه هي ايام دلع واستهتار وعدم حضور قداسات وعدم صلاه؟ ما احنا صلينا كتير، يبقى ضيعت النعمه اللي انت خدتها. ربنا يسوع المسيح لما قام من الاموات كان في مشاكل في شخصيه التلاميذ. القيامة عالجت الضعف اللي موجود في حياة كل إنسان، فالقيامة تعالج ضعفي. معلمنا بطرس الرسول اللي كان جبار قوي يقول له أنا أمشي معاك حتى الموت أنا أبديك، لما طلع السيف وضرب ودن أذن العبد ملخس عمل إيه؟ قدام جارية أنكر وسب ولعن. هو ده الإنسان، الإنسان اللي من غير صليب، الإنسان اللي ما دقش حلاوة القيامة. لكن بعد القيامة يجي ربنا يسوع المسيح بكل الحب، لأن ربنا بيحبنا. يا سمعان ابن يونا تحبني؟ قال له أنت تعلم ربي أني أحبك، ارعى خرافي، ويقولها له ثلاث مرات كأنه بيديله مرة تانية، بيرجعه للتلمذة مرة تانية. طب بطرس عمل ايه بعد كده؟ لا، بطرس اتغير خالص. بطرس يقف قدام الدنيا كلها يتكلم عن المسيح، يقف قدام المقعد على باب الهيكل مستني ياخد من بطرس الرسول ويوحنا مادة حاجة عطاء، يقف كده معلمنا بطرس يقول ايه؟ ليس لي ذهب او فضة، ما عنديش فلوس، لكن الذي لي اياه ايه؟ اعطيك باسم يسوع المسيح قم. هي دي القيامة، القيامة ان انت تكون عندك قوة القيامة، الكلمة اللي بتطلع من حنكك تبارك اللي قدامك. في واحد ممكن الكلام اللي بيطلع من حنكه كلام متعب، وفي واحد كلامه فيه بركة يبارك، فيحس الآخر اللي بيسمع أخذ بركة. هي دي روح القيامة، القيامة اللي احنا نقف قدام العالم، قدام العالم كله. عشان كده معلمنا بولس الرسول الحكيم قوي اللي داق طعم الصليب بقوه، اللي ربنا من اول لحظه قال له ساري كم ينبغي ان يتالم من اجل ايه؟ اسمي. ربي ليه ده انت جايبه؟ طب ما هيكرز، ما تسيبه يخدم. لا 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 لا، ما هو الالم ده مهم جدا، مهم جدا لمعلمنا بولس الرسول. ويبدأ معلمنا بطرس تبص في حياته كلها ألم، يقف كده يعدي يقول لك ايه؟ من اليهود اتجلدت خمس مرات أربعين جلدة إلا واحدة، ثلاث مرات اتضربت بالعصي،
ثلاث مرات اتكسرت بي السفينة ليل وعمق وليل ونهار قضيت في العمق كان بيغرق ألم. طب انت زعلان يا معلمنا بولس؟ يقول لك افرح بالشدائد والضيقات والضربات. ايه ده؟ هي دي الحاجات دي بتفرحك يا معلمنا بولس؟ قال لك جدا جدا. طب والمديح؟ قال لك لا مديح لا مش عايزين مديح. لما دخل هو برنابة في مدينة حبوا كده وشافوا انسان حبوا يذبحوا لهم طيران جريوا عليهم قالوا لا تعملوا ايه؟ احنا ضعفة احنا بشر زيكم. وكانت النتيجة ان اترجم معلمنا بولس الرسول بعدين وكان فرحان. يبقى الألم مهم جدا لحياتي وحياتك. احنا بنستعفى احنا نقعد قدام ربنا نعاتبه ليه بتعمل كده ليه فينا؟ ليه الضيقة دي ليه؟ المرض ده ليه؟ المشكلة دي ليه؟ الاضطهاد دي ليه؟ ربنا يقول لك حبيبي أنا بعمل معاك أحسن عمل يوصلك للسماء يدوقك روح القيامة. فطلع التلميذ فاهمين معنى الألم. وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل إيه؟ أن تتألموا من أجل إيه؟ اسمه. يعني الألم هبة زي الإيمان. هل تقبل الألم؟ لما تقبل الألم يبقى عندك الإيمان الحقيقي. وبالتالي ربنا يسوع المسيح ابتدى يعالج شك توما. أنا مش لا أؤمن إلا لما أحط صوابعي في أصابع المسامير وإيدي بجنبه. المسيح ما يسيبوش. يجي له مخصوص ويقول له تعالى توما هات صباعك حطها حط إيدك حطها بجنبي ولا تكن غير مؤمنا بل مؤمنا. فيقول له ربي وإلهي. قال له لأنك رأيتني يا توما أمنت طوبى للذين أمنوا إيه ولم يروا. يمكن لما حد يسمع الكلام ده خلاص منها يا رب اديني بقى رؤية اديني أشوفك اديني معجزة. خلي بالك يا حبيبي خلي بالك إن ربنا بيقول لك إيمانك. الإيمان هو المهم جدا مش المعجزة. المعجزة اللي هتؤدي إلى الإيمان. ربنا يسوع المسيح عمل معجزات قد إيه؟ كتير قوي. والناس اللي كانت حوالين المسيح له المجد وكانوا مبهورين جدا بأنه فتح عينين المولود أعمى. بعديها بأيام وقوم لعازر من بين الأموات الناس كلها فرحت وأمنت وقالوا إحنا مؤمنين. ما فيش أسبوع ووقفوا قدام الصليب عليه أصلبوا أصلبوا. هم الناس. يبقى إذا الموضوع مش موضوع معجزة. موضوع إيمانك إيه؟ إيمانك القلبي بالمسيح من غير ما تشوف من غير ما تلمس. هو ده الإيمان الحقيقي. هي دي القيامة اللي بتدي لك روح الإيمان الحقيقي تعيشه في حياتك اليومية. تعيشه في الضيقة وتعيشه في الوسع. تعيشه لما يكون معاك وتعيشه أيضا لما تكون ما عندكش حاجة. تعيشه وانت غني وتدي وتعيشه وانت فقير وما تطلبش. هي دي القيامة. القيامة الحلوة ان انت المسيح الوحيد اللي يكفيني اللي سد أعوازي. معك ربي لا أريد شيء على الأرض. معك لا أريد شيء على الأرض. يكفي تكون أنت معايا. وعشان كده القديس القمص بشوي كامل يقول لك حبيبي اعمل صليب في بيتك وحط الصليب قدام عينك اقعد قدامه 10 دقائق كل يوم. 10 دقائق كل يوم صلي وبصله. شوف المسيح متعلق على الصليب ليه؟ طب المسامير دي ليه؟ طب الحربة دي ليه؟ طب إكليل الشوك ده ليه؟ ليه؟ هيكون الجواب الواحد ليه؟ عشانك. عشانك أنت. فتقعد كده قدام الصليب تنسحق وتقول له كل الألم ده من أجلي؟ يقول لك عشان خطيتك. يا اللي بتشتم وبتحلف وبتكذب وبتشتهي وبتتفرج على النجاسات دي كله أنا اللي بشيلها. فتقعد قدام الصليب تقول له يا ربي حياتي لازم تتغير. لازم أعيش حلاوة النصرة على إبليس وعلى الخطية. لازم أدوقه. ما هو يعني إيه؟ يعني إيه أعيش القيامة ونور القيامة وأنا واقع تحت الخطايا؟
يعني أنا جاي رايح جاي في خطايا بقالها سنين موجودة فيا وما بنتصرش عليها. يعني المسيح مش قادر يشيل مني؟ لا، المسيح قادر، بس أنا وإنت اللي ما عندناش الرغبة. إحنا أنا وإنت اللي ساقطين، ما دقناش حلاوة القيامة والنصرة على إبليس والخطية. عارف يا حبيبي، من الصليب لو عندك الإيمان الحقيقي ترشم نفسك بعلامة الصليب بكل إيمان، أي فكر خطأ يزول. ترشم الصليب على عينيك، أي نظرة وحشة تضيع. على فمك ما تطلعش ولا كلمة وحشة. على جسدك يبقى جسدك طاهر نقي. هو دي القيامة، روح القيامة هي دي ترجمة القيامة العملية. ما تكونش إيه؟ قيامة مجرد فكرة نحتفل بيها كل سنة 50 يوم، تبدأ بعيد القيامة ونعيد 50 ونقول لبعض كريستوس أنستي، أليسوس أنستي. وأنا وأنت بنعمل إيه؟ بنطلع أنا وأنت زي ما إحنا عايشين في الخطية في الظلمة. والمسيح استعجب، ده أنا عطيتك نفسي، ده أنا بالقيامة عطيتك جسد القيامة، قلت له خذوا كله هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هو هذا هو إيه؟ دمي. ده جسد القيامة عشان يقومك من الموت بتاع الخطية. وأنت عايش ليه في عايش في الموت ليه؟ ليه أول ما بتطلع تلاقي نفسك تهت ونسيت ووقعت تحت ظلمة إبليس والخطية؟ يبقى احنا دخلنا ناخد النور وعايشين في الظلام. ما ينفعش، مش هي دي روح القيامة. روح القيامة الناس الإنسان يكون بكل قوة عايش، يقول للخطية لأ، ويقول لإبليس لأ، ويقول للعالم كله لأ. معلمنا بولس الرسول يقول لك حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وأنا إيه؟ للعالم. يعني إيه؟ لنا افتخاري الوحيد بالصليب، بالموت، احتمال الصليب والألم اللي من خلال الصليب العالم ده كله اتصلب قدامي. يعني اتصلب يعني العالم ميت. طب انت هنبص للعالم الميت اشتهي منه ايه؟ مال، مركز، اكل، شرب، لبس، ولا حاجه. ده كله فناء، ده كله موت، وانا صلبت للعالم. يعني لو جه الشيطان ويجي ياخد مني يطلب مني شيء يشدني اليه، انا انسان ميت، اقول له انا اسف انا ميت بالنسبه للعالم، انا حي بالنسبه لربنا. يبقى هي دي، هو ده الصليب، هو دي القيامه. من هنا حبايبي نلاقي ابائنا القديسين عاشوا القرون الاولى في روح القيامه. بص كده الواحد زي مرجرجس، يعني احنا عدى علينا السنه دي 1 مايو ما عيدناش بمرجرجس، لكن كل سنه طيبين. مرجرجس في قلبنا كلنا. مرجرجس اتمسك 20 سنه، شاب صغير، وتنازل عن الرتبه بتاعته ومرتبته في الجيش من اجل ان هو يقف يقول انا مسيحي، وبعدين يحطوه في اوضه ويفكروا الشيطان يقول ايه الجلع ده، الشاب ده لو وقع في النجاسه هينسى المسيح، فيعملوا ايه؟ يدخلوا له بنت خليعه عشان تسقطه في الخطيه. فمرجرجس كده تدخل، تلاقي مرجرجس انسان طاهر قاعد راكع بيصلي، فبصت كده قالت له ايه ده؟ هم جابوني عشان اسقطك بخلعتي، انت سحرتني بقداستك. تطلع من عنده تقدم نفسيه للاستشهاد. كم شاب وكم شابه شبعانين بالقيامه عايشين في العالم بالروح ديت. كم واحد فينا يعيش في كليته في مدرسته ويقول للخطيه لا، ويقول للعالم لا، ويقول للمواقع النجسه لا، انا ابنك يا رب. مش ممكن عينيا تبص على حاجه وحشه، مش ممكن فكري يفكر حاجه وحشة. مش ممكن اقعد اروح مكان وحش، مش ممكن اروح مكان يكون ما فيه مناظر وحشه. انا ابنك يا رب. قديسة من القديسات، فتاة جميلة قوية بالمسيح بتحب ربنا، بربطها العفيفة يرموها للبقرة الوحشية تنطحها وترفعها لفوق، تنزل ممزقة ومجروحة وثيابها تتمزق ولا يهمها الجروح.
كل اللي فكرها تمسك الطوب تداري جسدها، تداري ايه الجسد عشان ما يبقاش ما تبقاش عريانه. هو ده اللي يهمك؟ انا عروس المسيح، ما ينفعش اكون عريانه حتى وانا بموت بتغطي جسد. هو دي روح القيامه، مش امشي ورا العالم بيشدني هو عايز مني ايه وامشي ورا الدنيا، لا ده انا اقف قدام الطيار. فالنهارده المسيح له المجد القائم من بين الاموات بيدعونا، تعالوا ذوقوا وانظروا ما اطيب هو الرب. ذوقوا حلاوه القيامه، ذوقوا حلاوه القيامه في بيتك وفي حياتك وحياه زوجتك وزوجك واولادك وبناتك، تلاقي نفسك فرحان، البيت كله قداسه، البيت يبقى فرحان بالمسيح، تشوف في النعمه والبركه موجوده في بيتك. ليه بيوتنا فيها شجار وفيها وفيها وفيها؟ مش عايشين القيامة، عينينا على الدنيا، عينينا على مباهج العالم كله. فالنهاردة المسيح له المجد القائم من بين الأموات يقول لك إيه؟ أنا جاي أقومك من موتك، أنا جاي أقومك من ضعفك، أنا جاي أخلصك من رباطات إبليس اللي ربطاك قوي ومش عارف تتخلص منها، أنا أخلصك. ممكن تقف تتكلم معاه بقى النهاردة، ممكن أطلب طلبة، كمل الصلاة النهاردة بتاع القداس، غمض عينك، غمضي عينك ما تفتحوش. النص الثاني الجزء بتاع التقديس كله، واطلب من قلبك، قول له يا رب أنا ما دقتش القيامة، أنا بسمع سمعك عن قيامتك وسمعت إيه اللي أنت عملته، بس في حقيقة الأمر أنا سمعت كلام لكن أنا ما عشتوش. ممكن رب النهاردة تدوقني، ممكن رب ما تروحنيش النهارده من بيتك ومن كنيستك الا ما اكون متلامس معاك، واحس بقلبي ان انا فرحان، وبحس بقلبي ان انا في تغيير، واطلع من الكنيسه واخد قرار اعيش لك كعروس ليك انت بس مش للعالم. غمض عينك، صلي، صلي بايمان وصلي بقوه وصلي بحراره، زي ما المسيح معلمنا في جسيماني لما قعد يصلي وكان عرقه يكثر كالدم، بيعلمنا ازاي هي لجاجة الصلاة. فربنا يدينا روح القيامة ويبارك حياتكم ويفرحكم دايما بالمسيح المصلوب والمسيح القائم بين من الأموات، يفرحكم بولادكم وبناتكم يكونوا شبه المسيح دايما. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن الأبد، أمين.